بقول لك ايه يا حموكشة، انزل يا حبيبي اجيب لنا حاجات عشان العيال عايزين كيكة. كيكة ايه يا وليه دلوقتي؟ النور ممكن يقطع في اي وقت. معلش يا حبيبي، العيال طيب نفسهم في كيكة، وبعدين لسه على قطع النور فاضل شوية. حاضر يا ستي، رايح. يا لهوي، النور اتقطع وحموكشة لسه ما جاش. يا ترى اتأخر ليه؟ وبعدين الراجل اتأخر قوي والشارع ضلمة مش شايفة حد. اروح ابص كده على السلم يمكن يكون طالع. يا لهوي، لا يكون محبوس في الاسانسير. حموكشة يا حموكشة، انت جوه؟ ايوه جوه يا ست الكل، اديني محبوس في الاسانسير عشان تتبسطي. يا لهوي، طب والحاجات اللي معاك؟ العيال عايزين كيكة. كيكة برضه اللي ما عندك دم. اصحى عليك يا حموكشة، هو انا يعني عايزة كيكة ليا؟ انا عايزاها للعيال. وبعدين انت معاك لبن كده هيبوظ. لو ليه لبن ايه اللي هيبوظ؟ وكيكة ايه؟ انا جوه الاسانسير محبوس، يعني ممكن اموت، ممكن نفسي يروح. لا عيب عليك، انت راجل. راجل ايه اللي راجل ولا مش راجل؟ ايه اللي دخل ده في ده وليه؟ طب بقول لك ايه، شوف اي حته كده فاتحه كده طلع لي منها الحاجات، الحق اروح اعمل كيكه وابقى ارجع لك تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. هو انت كل اللي همك بس الكيكه؟ لا اقصى عليك، انت برضو تفرق معايا يا حبيبي، والله انا زعلانه عليك. لا تصدقي باين. روحي يا وليه شوف اي حد يفتح لي الباب. ايوه صح، اروح اشوف له اي حد يفتح له الباب عشان اخد منه الحاجات. منك لله يا بعيده. تصدقي انا هرمي نفسي من الاسانسير عشان ارتاح منك. لا يا حبيبي ما تعملش كده والنبي. ليه خايفه عليا؟ لا انا خايفه منك، لما تموت هيطلع لنا عفريت في الاسانسير وكده مش هعرف اطلع في الاسانسير، وهضطر انزل على السلم واطلع على السلم. حسب الله ونعم الوكيل فيكي. طب بقول لك ايه، الاسانسير اكيد فيه فتحه من فوق، احدث لي كده اللبن عشان ما يبص. امشي اوليها من هنا، امشي اوليها، انا مش عايز حد يطلعني من هنا، انا اقعد لحد ما اموت. بعد الشر عليك يا حبيبي. الو، ايه يا عم محروس؟ حموكشة محبوس في الاسانسير يا عم محروس، شوف لنا اي حاجه والنبي وتعالى افتح الباب. حاضر حاضر جاي. استنى يا حموكشة، عم محروس جاي. هو اتاخر ليه ده كمان؟ انا جيت اهو يا مدام تنكة. يلا والنبي شوف اي حاجه وافتح الباب. حاضر. يا مسهل يا رب. انت بتعمل بيبي يا عم محروس؟ لا يا مدام تنكة، بحاول افتح الباب. طب والنبي بالراحه، لا يطقلك عرق مش ناقصين. ما تقلقيش عليا، انا جامد وزي الفل. ما هو باين يا عم محروس، دي العصايه فيها لحمه اكتر منك. يا رب. يا لهوي، ده شكل الراجل هيموت فيها. اوعى يا عم محروس، ما تنجزوا بقى، خلاص مش قادر اخد نفسي. معلش يا حموكشة استحمل اهو، اديني بحاول. انت اللي بتحاولي؟ ايوه، ما هو عم محروس فيص. وانت هتقدري يا ست تنكة؟ طبعا، ما يجيبها الا نسوانها. طب لو فتحتي لي الباب هديكي 1000 جنيه، اما نشوف بقى. لكن لو ما فتحتيش ما تطلبيش حاجه مني لمده شهر. بجد؟ طب انا هفتحه بقى وهاخد ال 1000 جنيه. اسكت بقى، استنى عشان ما تلخبطنيش، خليني اركز. يا رب يا رب والنبي خليك معايا، افتح يا باب، ما تكسفنيش قدام حموكشة. ايه، فتحت الباب والله، وعملوها الستات ورفعوا راس مصر بلدنا. ايه كده يا عم محروس، مش عارف تفتح لي الباب وتخليها تعلم عليا وتحط عليا واحده؟ الله، النور جه كمان، يعني ما كانش قادر يجي من قبل ما تفتحي لي. يلا بقى يا حموكش، هات ال 1000 جنيه. 1000 جنيه ايه؟ لا مؤاخذه، اللي قلت لي عليها، لو فتحت لك الباب هتديني 1000 جنيه. لا انا كنت محبوس وممكن اقابل ربنا في اي وقت، فكنت بخطرف عادي. حموكشة ما بحبش الهزار في الحاجات دي، هات ال 1000 جنيه. اقول لك ايه، روحي بعيد عني ولا انا مش ناقص. هات ال 1000 جنيه حموكشة، انت مش قدي، بص اللي في ايدي كده وركز. اديها ال 1000 جنيه يا استاذ حموكشة، اديها لها. اهدي يا حبيبتي، انا بهزر معاكي. حاضر هديك ال 1000 جنيه اللي انت عايزاه، هات دلوقتي. حاضر حاضر اهو، خدي يا روحي. ابعدي بس اللي في ايدك دي شويه. هات قطيعه، محدش بياكلها بالساهل.